مرحبا بك يا مازن. اليوم بمحافظة كربلاء نتناول موضوع مهم جدا اللي هو موضوع النهوة العشائرية. متواجدين مثل ما تشوف الآن بمضيف الشيخ سلام موسى الخفاجي، شيخ عشيرة خفاجة بمحافظة كربلاء. جزاك الله خير وجزاء المحسنين. نشكر كادر قناتكم الموقر على إتاحة الفرصة. بسم الله الرحمن الرحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون، صدق الله العلي العظيم. في السنين المنصرمة كانت النهوة العشائرية وكذلك الأمور الفصلية موجودة بشكل واسع، لكن بفضل المرجعية الرشيدة وبفضل رجال الدين والتوجيه والنصيحة والإرشاد وبوجود وتعاون مشايخ العراق الشرفاء اللي سعوا لقرض هذه الحالة والظاهرة السيئة، بصراحة النهوة العشائرية بالوقت الحالي أقل من قبل بكثير. النهوة العشائرية في السابق كان الرجل ينهى على بنت عمه، وبعض أحيان الأهل يجبرون ابنهم ما تأخذ إلا بنت عمك، يعني كذلك العكس. لكن الآن من خلال تضافر الجهود والسعي لهذا الموضوع بدأت الناس تتفهم الأمور وتعرف هاي الظاهرة ظاهرة بها نوع من الحرام، بها نوع من الإشكال، بها نوع من الانتقاد. هاي الظاهرة حرام شرعاً، كل إنسان ينهي أو يحث عن نهوة أو يوافق وما يحرك ساكن فهو مؤثم وشريك بهذا الموضوع. إذن مشاهدينا، يعني هذا الحال رصدناه لكم من محافظة كربلاء. مازن، هذا اللي حصلت الآن من يعني توضيحات فيما يخص موضوع النهوة العشائرية من داخل محافظة كربلاء، وأرجع لك للاستوديو والتعليق لكم.